تسلم يوم أمس محافظ بنك دول أفريقيا المركزية بياسي عباس محمد تولي الوزير الأسبق للمالية والميزانية، وكانت عملية التسليم بين المحافظ السابق والجديد كانت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. أحمد آدم محمد والمزيد من التفاصيل. مسيو عباس محمد تولي، je vous déclare officiellement investi dans vos fonctions de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. رسميا تم تنصيب السيد عباس محمد تولي كحاكم لبنك دول أفريقيا المركزية البياسي. الحاكم الجديد اختير أثناء انعقاد الدورة 27 الغير عادية لرؤساء الدول والحكومات للسماك التي عقدت بمالابو العاصمة الغينية مؤخرا. عباس محمد تولي على رأس هذه المؤسسة المالية لمدة 7 سنين غير قابلة للتجديد. وزير المالية الكاميروني التي تحتضن عاصمتها ياوندي مقر البنك محمد اللامين ماي تحدث ليقدم دعم قيادة بلاده والحكومة للحاكم الجديد، وأنهم سيقفون معه لأداء العمل والتظليل كل العقبات. ونذكر بأن بنك دول أفريقيا المركزية البياسي تم تأسيسه في 22 من نوفمبر من العام 1972، وهو مؤسسة تضم 6 دول لأفريقيا المركزية مهمتها وضع خطة وإدارة الشؤون المالية. الحاكم وفي إدارته يترأس مناديب ل6 دول يمثلون بلدانهم في مؤسسة يصل عدد موظفيها ل2600 فرد. رئيس لجنة الاتحاد المالي لأفريقيا المركزية سرد السيرة الذاتية للحاكم الجديد، والتي جاء فيها بأن الرجل المناسب في المكان المناسب بفضل تاريخه العريق في المجال المالي ببلاده تشاد وفي الإقليم. من ذلك طلب منه بالعمل من أجل تطبيق خارطة الطريق التي وضعها قادة الدول. المناسبة تخللتها رقصات شعبية ابتهاجا بالحاكم الجديد وصورة جماعية ختم بها الاحتفال.